المغرب قومي الشاق قد راح غضب الشعب في المستقبل قد تسمي حوايج اللي خارج الشخصيه القناه سكوالي والي اللي مش خصم الزمان مساء المساء المكان شاطئ بقليل النظر في النظر حوار ذاتي يا من زودي يا يمشي واخا حوار ذاتي قلق تردد استرجاع حسن حوار بين شخصين وليد الصيد اسمح معايا يقدم معايا العهد واخا ما ظنني اني مش الحوار وليد خش مختلف يعني اديني وليد الحوار اللي سمشتو غير السواد رمي روح الموج البحر وليد الجاي مسلب بس وارنس خو ايمونس فهمت واخا وليدي السوار والسيادة حاول ورد يمكن هذا القيمة حسناء ما القيمة ما القيمة ذني تا معرفة الوالدي نقطان شتمتي غسلتك اش ضحى مين غير وقع اني روح الممار الموثن ايما الموثا وين خصنا يخدم اذا الدع بابا مسكين يكسا مار اني روح الموثن واخا ما ضحى باش امين دين مخلفا وراءه زوجته واولاده وامه العزيزه تساءل هل يعود مره اخرى الى وطنه اجابته نفسه ربما لا فزاد حزنا على حزن فكر قليلا وهو ينظر الى الافق البعيد ينظر الى السماء ويقول اللهم ساعدني امام وحشه البحر تجيب نفسه من اتى بك الى هنا يجيب اشد الحزن الدنيا وراء البحر قاسيه وليد سيدي اسالك الصياد تفضل يا بني وليد اريد ان اغامر في البحر في اسرع وقت الصياد انصحك يا بني بالعوده الى امك فالبحر لا يؤتمن وليد أنا مصر على الذهاب الصياد فقد نصحتك نصيحة الأب لابنه ويبقى القرار قرارك. أين نحن من الأكوان؟ أين نحن من الأكوان؟ وما هذه الأضواء؟ ما هذه الأضواء؟ وما هذه الإيقاعات؟ الأضواء والإيقاعات الأضواء والإيقاعات أريد أن أرقص أريد أن أرقص من يراقصني الليلة؟ أريد أن أرقص من يراقصني. يريد أن يرقص؟ تحت الظل يريد أن يغني تحت الظل وتسأل عن الكون. نعم سنرقص ونعم سنغني ولكن تحت بين النص المسرحي والنصوص الابداعيه المصريه الاخرى. شكرا لنا بصراحه النص المسرحي والنصوص الادبيه الاخرى والابداعات المصريه. بعض الاختلافات بين المسرح والاجناس الاخرى. المسرح انواع المسرح مثل الكوميديا التراجيديه. النص المسرحي اهم عناصره. ينقسم الى ثلاثه اقسام الحوار، الشخصيات، الحدث، الصراع، الارشادات المسرحيه. اما القصه الحدث، الشخصيات، الزمان والمكان، السرد، الضمائر، الرؤية السردية تتضمن حكاية. أما الرواية
نفس عناصر القصة، لغة الاختلاف قائمة فيها في الطول وتتعدد الشخصيات وتشعب. سموني السبب خويا جواد تحيان، الشقي جواد فنان انت صاحبي. سموني السبب اولى الدين لطه حسين شقد تاجيجي، شفنا اثنين شمخات، شتني احسن تلاميذ شتنيش. اقسم بالله المستدعي العزيز ودق عليك يجي الكلمات عبد الواحد العجوني ست وضع ليس الشبعدين غير. مرتجل والله الا مرتجل والله ما سوش دخل وكيتغولوا بواد اسم مش الخوسيت مش سكيتش. حسوا شويت خل الاجواء اللي تعيش الدنيا احسن اجواء هي في المدرسه في غوري الغياب وما اداك مجيا. أخطر موضوع تسمى القرصي الطويل الرومانسية. خصها منك زعما تاليج النقطة هو في حرامي يتوالى ما طاش لي فيسبوك سوان تكتمو مين مين؟ لا مش خرج لحمي مش ساحلة لا تمسيح ساحلة زادو الشرقي ساحلة زادو أو مين يميميش؟ لا توقع كي ديشتن؟ توقع كي ديشتن؟ دي السبع شو تغنت كي ديشتن؟ مش بس يغلو استدين ومين مين؟ الأسد تدور فرنسي قصحي أكد دخلا؟ اجمع عشرة عشرة دول عشرة عشرة دول لا لا المبادرة تصحي تجمع مش تقدر تجمع شي تغير دخل تصبص ليلي هذا خطك جوائز انت تحمل تقارب وقدر تحميله مش انت قد تضرب غابونجي قيزو تحيي حامي جو حفير بغونجي قيزو مش هذا الصبح يعني يسنوا مني ويحفير نشد تيو مش هذا خشاك خشاك بوس لا تبغى غير جلست تدير طولون تلقى قسم تقشع مشى دير مشتا الصمم تكون جي دي زوال انت في القسم قبل ما نلعب على السبيل لقى كحل سبيل يا ابن استفيد استفيد يا استاذ ابو زعما باش تيوزي تيوي والو انت الاستاذ الشهري جيت تقص اي كسني يوي انت نتاع قد فيسبوك تحيا صاحبي فيسبوك سخاوات مخالف للتعليم احترامات الاساتذه لا رجاء مش انتم بلا قريب تكذبون علينا في الدراسه لماذا ساقول لماذا من نوى اليكم قام نغيش الحف انتو حساب بيش الحف يعني الفون الفون خطا ما انت خطا ما انت خطا الفون ليس ضمحو ا لي فون انت ليس ضمحو قام نغيش با اللغة العربية صحيحة؟ بابا
تاخذ شويه خشبه رومانسيه مشاهد وتجيبوا رومانسيه جاره حرام تحرمت ماركي فيسبوك لا جاره يس تمرات ماركي فاميليا نسيو رومانسيه نوايس تمرات خمس فيلا نجي ضيايف ونجيبوا رومانسيين بالعكس ممكنش نجي الحال جيت مرات وانت كوزينه سنان لي ماميتر مشى يحقوا في سنس مشيت سخويا اي سنس يسميس يش دي تز نسمع شنو يغين ثمنتينو تحقق فوسي اي سنس اي سنس عندك راه نسي من عفوس مشيت صودس ثم غادي تسكي تو في نسحس قاز صوبتي وجا تمسيت وغازو تقزي تكفوس النموها ثمنت تا هو سيما تقول هو سيما مش هذا كيش بيك ولا انت هي دوشة كيش تمراه من الفاجة سي بيك ولا نصنع رجع مراه يزين وما يتخسين ملا افغا كوزينة قعوها صغيوة اي يزين فارج بارو تواجه زعما تواجه غاز دياس الناس مين دي؟ الناس والو الناس يتغيروا على عاود الناس فكروا لي فيه مشى وي 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 مشى يكاد راسه الناس مش ناوي الناس تحاق فوسينو مشى يتقاسوا وزعم الناس تحاق فوسينو اسمي لي توات بينساني ها؟ مامي تانيا سيغمي لي سيكي لامي حاق ها؟ عوض زي الوار ودخل السين الدنيا وجد زعبني لغي إجنوا عايز رنتا دانكسي شوي تنتم راه نسدي رومانسية وش يفتي انتو خفيش انتو خفيش عمال زعما اش تخشن الحل واش رايني بوني انا غاسا اللي قايش تمها صاحبي غاش تمها اللي غتكون باتيك ناس مين دي اللي قلت لو كومونيكاسيون ام واش كومونيكاسيون اللي لو كومونيكاسيون جام شتما تنقصش ناس هو اللي ما صاحبي غاي تمها ناس يدوش تكرش لا اللي غاسا الفرع الدار وكيشي جوان مقعد الفرع الدار ناس اللي مغاثينو على حتى جميل ناس شوف اميني غير شنو ولا قصرين تحسي الخيون تجيبو كي مليح نيوا ناس ما شافوني تي غيش تمراه نوني تي غلي باش شنو مغاثينو متقفل ني ميس تمراه ني ناس يمان ام تو كيو ني غسامو ني غس مش اسمي زعما على اساس انه ضمان تسكسي ميس المغرب يوسف غسامو ناس راحت قال شت شنو نجيبو ملاه مي اسخميني كي تي غنجيبو ملاه مي تي غاكي شت مراه نغني ملاه توجا ستيلي مالي سمو تعاودني نتاخد لواحد يدس بعضا شي يكون تو انت لي ستيلي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اصوات سيتي الطاس البداء بالتاكيد لجميع الانشطه المخصصه للثانويه الطاحسين وتشكر غطاس نادي الصداقه للثقافه والتنميه المسرح شكرا مريم حضرني الشركين مريم حضرني الطاحسين الطاقم الاداري الطاقم التربوي للمؤسسه ونتمنى ان شاء الله هذه الانشطه موازيه دائما كل شيء مناسبه لان المناسبه تدخل ضمن اليوم العالمي للمسرح في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح من ضمانه الصداقين المجمومين اليوم تغادي تجي النجوى ديج مجموعه الورشات اليوم الثاني تبسم حفل ختامي تشكر مره ويشاركن سي جيونا سي كلارنس يعني اعجزوا عن ذكر الاسماء لان التصيد سن سي عمار خلوقي علي خلوقي محمد البولدة المهم تشكر في مرة سبول وختاما تشكر في النوى أصوات سيتي تشكر في الطرف لأن تشكر جميع المواقع ولكن بالنسبة لأصوات سيتي اللي بدأت بالتأكيد شكر خاص سبول إصفار أحبه
كلمة شكرا. نشكر نادي الصدق إلى غير من الأيام المسرح يوم العالمي للمسرح تحت شعار أعطينا مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. بصفتك رئيس نادي ثويزة نعاوني في المكاكس نجل العرض المسرحية يمنا تقينا الورشة تقينا المدوان في مزيس متصل تتمنى إن شاء الله أنا سعود ونشكى أصوات سيديك اللي تبدأ نبدأ ليكوشي.